مرور، محتاج مرور. لا تشوف السعر صاعد وانت حاط نسبة في بالك وان السعر خلاص بحط عقدي هني وبياخذ السوق وبينزل وياه. لا مش ممكن، انتظر، عط السوق مجال لما يوصل 224 ويبدا يرتب. تمام اذا قفلت ادخل بكل اطمئنان وحط وقف خسارتك فوق ال 224. شو حسابك على الاقتداد؟ شو الخط تبع الاقتداد؟ اللي شلون تدخل عليه بيع؟ خط اتجاه صاعد، خط اتجاه صاعد. طيب دعوم لما تدخل بيع تنتظر كسر دعوم. اللي بيشتغل على موفنجات اللي كيفك، لكن القصد من الكلام لا تشوف مثلا ان الشمعه اللي وصلت 224 شمعه كامله واستمراريه وادخل بيع، هذا مش منطق. على الاقل اشوف لي شمعه الرجل المشنوق مثلا، او شوتنج ستار، او شمعه دوجي، وانتظر كسر دعم. وقف خسارتي فوق 224، لكن وصل السعر 224 وشمعه ممتلئه واقول له خلاص انا عندي 224، لذلك مو غريب او العله ما هو في نماذج الهرمونيك، العله في اللي تعلم نماذج الهرمونيك بصرامه او بجمود. لا، نماذج الهرمونيك تبيها مرونه، كثر ما كنت مرن كثر ما كنت راح تصير صفقاتك ناجحه في نماذج الهرمونيك. اللي حابين يدخلون بشكل استباقي دخل بالنسبه 38، يلا والله 38 والبيجري بدخل الشراء 224، السعر واقف على نسبه 38 مثل ما احنا عارفين بالتحليل الكلاسيكي نسبة 38.2 نسبة قوية من نسب أو مستويات قوية في الفيبوناتشي. فهذا الأخ عنده هالمعلومة هذه وعرف أن 38.2 من النسب القوية في مستويات الفيبوناتشي، فدخل الشراء. قال بدخل الشراء وهدفي 224، ده بتجاوز بيجري ووقت خسارتي تحت 38. هبط السعر وضرب وقف الخسارة. هذا مو سعر بسيط، لكن مستوى واحد بس. جاب 50، قال لها بدخل من 50 وهدفي 200 ووقف خسارتي تحت ال 50، مستوى تحت ال 50 61، ضرب ال 61 ودواليك وهكذا الى ان وصل ال 88.6. المنطقيه شو تقول؟ طيب ما كان من باب اولى انك انتظرت السعر انه يوصل 88.6 اللي هي اعمق نقطه في نماذج الاي بي يساوي سي، انه اعمق نقطه او نسبه للنقطه سي هي 88.6. انتظر ليه؟ بكل بساطه في نسبه تحت 88.6 ما عندي الا اي كم؟ 100. خلاص كسر ال 100، اذا ما عندي نموذج اي بي يساوي سي دي، ما راح اقدر اكمل والله اقول له حق خسارة انتهى. كسر الاي، اذا ما عندي شيء اسمه نموذج اي بي يساوي سي دي. طيب ما هو من المنطقيه ومن العقل ومن الرجاحه اني ما ادخل بال 38 شراء لان عندي 50 و61 و70 و78 و88.6 وعندي ايضا احتماليه ان ما هو نموذج اي بي يساوي سي دي بالاصل. واضح؟ اقدر اقول عليه نموذج اي بي يساوي سي دي لما يكتمل اي بي يساوي سي دي. المشكله بعض الشباب اللي يتعلموا نماذج هارمونيك يخوض 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 في النموذج ويسال 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 واساسا ما اكتمل النموذج. احنا ما نقدر نقول ان في نموذج اي بي يساوي سي دي الا لما يتوافر عندي ضلع اي بي وعندي ضلع سي دي. هني اقدر اناقشه. لكن تناقش بهالنسب اللي هي سي والى الان الدي ما تكونت واساسا ممكن السعر يتجاوز اي ويكون ما عندي بالاساس نموذج ويكون كلامنا هذا ونقاشنا كله على الفاضي. ف اذا حاب تدخل استباقي ادخل من 88.6
لو ضرب وقف الخسارة ل 8.6 معناته ما في نموذج اي بي سب 6 واضح؟ لكن لو ضرب وقف الخسارة 5.38 لا ضرب مشوار عندك كذا نسبة، لكن لما تكون نسبة عندي سي 8.6 وتنضرب وقت خسارتها إذا ما عندي نموذج اي بي يساوي سي بي. واضح؟ بالنسبة بالتسالي ها؟ عرفت الآن؟ أن أفضل دخول يكون إذا تحب تدخل استباقي أنه يكون على نسبة 88.6 أن نقطة سي تكون 88.6 لأن ضرب وقت خسارتها خلاص هذا إعلان أن ما في نموذج إطلاق. خلاص. ستوب لوز ليه 100 هون؟ تحت 100 كسر 100 إغلاق تحت 100 خلاص. أو 38 البريك أوت حق البي. أو لو تجاوز البي بإمكانك تدخل على 38 ما في مشكلة. لكن ما أقدر أدخل مثلا من 50 صوت. ما أقدر أدخل من 50. ما أقدر أدخل من 50. ما أدري 61 يعني في شباب أنا عارفين بالكلاسيكي إن 61 هذه أقوى نسب في موجات الإيليوت إن الموجة أو الموجة سي يعني 61 هي الموجة سي النسبة الأصلية يعني ممكن تمتد لكن النسبة الأصلية الموجة سي هي 61 طب ما أخذ بهالمفهوم عندنا كمان مفهوم ولقينا أيضا السعر تجاوز 8.6 والنموذج قابل بس بشرط إذا ما تجاوز البيع ممكن السعر يوصل 8.6 ويحط لي ظل شمعة أو ينزل السعر ما تجاوز 100 ويصير هذا كله ظل شمعة وعند 8.6 A D يساوي C D النقطة C 8.6 والنقطة D 113 عادي بس بشرط إذا ما يكسر الخط المئة أو ظل الشمعة ما يتجاوز المئة لأن في نماذج الهارفرد أنا أشوف أخطاء شائعة وأخطاء شنيعة ما يأخذون ظل الشمعة يأخذ البدل الشمعة وهذا خطأ لو إن شاء الله تشوف ظل الشمعة من أول شاشة لآخر الشاشة إلى آخر الشرط أخذ ظل الشمعة نماذج الهارفرد لازم تأخذ ظل الشمعة ما تأخذ بدل الشمعة دائم محمد دائما تأخذ ظل الشمعة في البعض يشوف ظل طويل ها يقول حط على نموذج هارمونيك يجب ان تاخذ بظل الشمعة في نموذج نفس الشيء يصير بخطوط الاتجاه ها نفس الشيء بخطوط الاتجاه لا نموذج هارمونيك بس نموذج هارمونيك يعني انا ظل الشمعة ما اخذ فيه خطوط الاتجاه ممكن تاخذ فيه ممكن ما تاخذ فيه براحتك خطوط الاتجاه لكن نماذج الهارمونيك لازم تاخذ بظل الشمعة ما تاخذ ظل الشمعة شلون ذيل قصدي ذيل الشمعة ذيل الذيل العلوي أو الذيل السفلي للشمعة تكون عندي النموذج واكتمل النموذج وصار نموذج ideal AB يساوي CD أو المثالي مثل ما قلنا أدخل به بعد توافر الشروط كسر دعم كسر خط اتجاه اللي حاب المتوسطات السعرية أو اشتغل المتوسطات السعرية بإمكانه اختراقها كان يدخل بين الأهداف بكل بساطة أهداف نموذج A B يساوي C D عندي نموذج A B C D نفترض أن النقطة C 88.6 والنقطة D 103 أعطاني بوابل إيش هبوط بعد ما توفرت الشروط النقطة سي 88.6 النقطة دي 113 كسر خط اتجاه كسر دعم موفينج افريج فورا اخذت أداة الفيبوناتشي حطيت المئة عند النقطة سي سي قلنا 88.6 حطيت المئة عند السي وحطيت الزيرو عند النقطة دي عندك هدف بنسبة عالية جدا مضمون مستوى 38.2 هذا الهدف الأول هذا شبه مضمون أو غالبا بنسبة عالية جدا يحقق 38.2
وبنسبة عالية أيضا بس أقل من الهدف الأول بالواحد وستين فاصلة ثمانية. نسبة الواحد وستين فاصلة ثمانية. وطول الضلع سي دي. عفوا أبو محمد، تقول لما يصل واحد فاصلة ثلاثة عشر ونزل. نعم. أروح أسوي من الضلع سي دي. من الضلع سي دي. أيوة. حطيت المية عند السي وحطيت الزيرو عند الدي. أيوة. بكل بساطة هدفي الأول 38 مستوى 38.2، هدفي الثاني 61.8. وفي حالات كثيرة جدا شفناها أيضا هدف ثالث بدون تسمية يجيبها مرة ثانية يمشي عليها. هذا هدف ثالث. الهدف الأول 38.2 من طول الضلع سي دي، الهدف الثاني 61.8 من طول الضلع سي دي، الهدف الثالث وهذا شفناها غالبا يجيب النقطة سي، غالبا يجيب النقطة سي، الهدف الثالث أيضا النقطة سي. بكل بساطة هذا الـ ideal AB يساوي CD أو النموذج المثالي للـ AB يساوي CD. والبرع أو البرق البعض يسمونه البرق، البرق الإيش؟ الخاطر. يسمونه البرق لكن مسمى الفني AB يساوي CD. AB يساوي CD. استابلوز D ها؟ استابلوز متى ما توافرت شروط أو مواد الانعكاس ودخلت بيع فوق النقطة دي. بخص أعطيك فوق النقطة دي. أول تابع 38. أول تابع 38 من طول الضلع سي. في أي صعوبة على نموذج الـ AB يساوي CD؟ نموذج الـ AB يساوي CD عندي فيه هنا رسم توضيحي. لو تلاحظ تايم اند برايس الوقت والسعر أو المدة والزمن والسعر. الـ AB يساوي CD المثالي غالبا يتوافق الزمن مع السعر. الزمن مع السعر، شوف الزمن الفترة اللي قضاها طول ضلع سي دي شايفها، والفترة اللي قضاها طول الضلع اي بي وسي دي متساوية. هذا التايم البرايس او السعر الاخضر وضلع سي دي يساوي طول ضلع اي بي، فغالبا بتشوفه بالشارت واضح راح تشوف حركة متناغمة بين السعر والزمن، راح تشوف الصعود والزمن للضلع AB بالمقابل راح تشوف الضلع CD أيضا متوافق وياه بالشكل وبالحركة وبالزمن. لو بتقيس الزمن اللي استغرق الضلع CD هنقول مثلا أربع أيام وخمس أيام مثلا على ثلاث ساعة، راح تشوف أيضا على ثلاث ساعة الضلع سي دي استغرب ثلاثة أيام وأربع أيام. غالبا يتساوون بالسعر والزمن. بتشوف شكله ومرتب الـ AB يساوي CD. واضح؟ شنو أحسن فريم نقول عليه؟ الجميل في نماذج الهارمونيك بشكل عام مش الـ AB يساوي CD أنها على جميع الفريم. من الدقيقة إلى الشهر. لكن إذا أنت مثلا من محبين أو تفضل التداول السريع أو مضارب سريع، إذا كان الفريم صغير يحتاج منك مهارة عالية باتخاذ القرار السريع للبيع والشراء واتخاذ القرار السريع بجني الربح بسبب الحركة السريعة في الفريمات القصيرة أو الفريمات الصغيرة خلاف الفريمات الأكبر. لكن كمصداقية وكنسب هي على اي فريم زمني. البعض يسال يقول ينفع بالاسهم، ينفع بالعملات، ينفع في اي شرط. باي شرط، سهم، عمله، سلعه، اوبشن. وانا سال استاذ، انا كنت بحكي على الاسهم وكنت حضرتك عم تحكي على العملات. احنا هم بيخسرونا بالاسهم، بيلعب بالسهم، بيروح نازل فيه لنقطه معينه. هو على الشرط بغض النظر عن المسمى في الاعلى. بغض النظر عن الفريم اللي تشوفها بالأعلى ساعة، ربع ساعة، ديلي، على الشرط. لو في ثاني شرط ثاني حطينا وراح نشوف النماذج وراح تشوف المحقق النسب ومحقق ما
ما له علاقة ابدا بالفريم الزمني ولا نوع الشرط سواء كان عملة او سهم او سلعة. واضح؟ طيب ناخذ بريك صلاة ربع ساعة ونرجع ونكمل نموذج الـ ABC و CD المبتدئ.